اهلا وسهلا بكم متابعي قناه شوف تي في، ومرحبا بكم في هذا البث المباشر من مدينه الدار البيضاء. كنتمنى تكونوا بالف خير، كنتمنى كذلك يا ربي يرفع علينا هذا البلاء وهذا الوباء هذا ان شاء الله باذن الله. اكيد كل صباح كنديروا جوله بمدينه الدار البيضاء في الشوارع ديالها، كنشوفوا الاجواء كي دايره، وكذلك كنطرحوا واحد الموضوع من المواضيع اللي كنحاول نتناقش معكم فيه وكتعطوني الاراء ديالكم. بالنسبه للموضوع اليوم اللي اختاريت اللي هو زواج القاصرات، كيف ما كنعرفوا كاين بزاف ديال الاسر المغربيه او بزاف ديال الاباء كيزوجوا بنته هي كتكون مازال قاصر ما وصلتش السن الرشد. فاش كتجي كتسولو او كتهضر معاه او كتناقش معاه كيقولك اللهم دار راجلها ولا تبقى بلاش. السؤال هنايا، شنو رايكم في الاباء اللي كيزوجوا بناتهم وهما مازال سيمو؟ شكرا اخويا، انت ترحب بك الجنه وصباحكم مبروك. غنعاود الموضوع ديال اليوم اللي هو زواج القاصرات، شو رايكم في الاباء اللي كيزوجوا بناتهم هما مازال قاصرات؟ حاولوا تعطيونا الاراء ديالكم بالنسبه لهذا الموضوع. سراء صباح الخير، صباح النور، صباحكم مبروك حبيبتي. محمد السلام عليكم، صباح الخير، صباحكم مبروك. من بلجيكا تحياتي للجميع وتحية للجالية المغربية المقيمة ببلجيكا. صباح النور من سيدي بالنور. سعيد قال لنا واحد رأي، قال لك سلام، هذا الموضوع غير في البادية، أما في المدينة كلام آخر. يعني في المدينة بغى يقول بأن الآباء ما يمكنش يزوج بنته قاصر. نعيمة قالت لك ماشي معقول، صباح الخير. حاولي تفسري لنا نعيمة شنو قصدتي. صباح النور وبداية الأسبوع موفقة إن شاء الله. محمد رفيع من حد ولاد فرج تحياتي لك، شكرا خويا محمد وصباحك مبروك. فدوا قالت لك زواج القاصرات هو جريمة واغتصاب للطفولة. أكيد، لأن الزواج عنده واحد الشروط، خاص الإنسان يكون أولا عنده سن الرشد، عارف أنه دخل على المسؤولية. ولكن ملي كتجيب طفلة مثلا كيزوجها الأب ديالها أو الوالدين ديالها، يعني بزز فصعيب الحال بزاف. كازا قالت لك اللهم تزوج وهي قاصر ولا تغتصب وهي عازبه وقاصر. وشكون قال لك بانها غتغتصب وهي عازبه وقاصر؟ انت حكمتي على واحد الحاجه في علم الغيب.
السنه غاد كاينين شي بنات هما اللي كيبغيو يتزوجوا واخا باقيين ما وصلوا سن الرشد، ماشي ديما الوالدين هما اللي كيزوجوا مستيف عليهم. اكيد اختي رايك يحترم. متابعي قناه شوف تي في، الله يحد الباس وصافي، والله الا لقينا مع ما حسن منا كيف ما كنقولوا، والله يرفع علينا هذا البلاء هذا. كنشكركم بزاف على تبعكم لهذا البث المباشر اللي كان مباشره من مدينه سطه البيضاء، وان شاء الله نلتقي معكم في بث مباشر اخر. كانت معكم سهام من قناه شوف تي في، الى اللقاء.